السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد يا رب على الجميع. أحييكم من دولة رومانيا. النهاردة ناوي أفلوج معاكم، يعني زي ما بيقولوا أعمل فلوج. أنا مش بحب موضوع الفلوجز أساسا، لكن بما أننا في عيد وكده فحابب أعيش معاكم التجربة من دولة رومانيا. يا ترى هفرح بالعيد وانا بعيد عن اهلي واصدقائي بسبب الغربة، ولا مش هعرف افرح بالعيد؟ هنشوف دلوقتي هفرح ولا لا، وانا معاكو علشان اصور كل حاجة في اليوم ده. دلوقتي انا ركبت الترام علشان المسجد بعيد شوية عن السكن الطلابي بتاعي، فيعني اكتر من 5 محطات، فانا لازم اركب الترام او الاوتوبيس علشان اوصل يعني للمسجد. دلوقتي وصلنا المسجد، طبعا زي ما انتم شايفين كده الالتزام بالماسك والتطهير وجهاز لقياس درجة الحرارة، وكل شخص بيكون معاه سجادة الصلاة الخاصة بيه زي ما انتم شايفين كده، طبعا التزام كامل. تعالوا بقى نلحق صلاة العيد قبل ما تفوتنا ونكمل معاكم اليوم لحظة بلحظة. طبعا مبدئيا حابب اشكر ادارة المسجد والمركز الاسلامي في مدينة ياش على المجهود المبذول، بداية من التطهير، تطهير المسجد وتوفير الحلويات والفاكهة للمصلين كنوع من انواع الترفيه للمصلين، يعني ان المسجد يبقى فيه روح، يعني روح حلوة يعني داخل المسجد. ده كله حاجات ناس تعبت فيها يعني. خد لنا صورة بعدين الكل. ماشي. انت الحين عملت صح. برضو حابب اشكرهم مرة تانية لتوفير هدايا للاطفال وشوكولاتة كما كمان تزيين المسجد بالبلالين زي ما انتم شايفين كده من الداخل ومن الخارج، برضو زي ما انتم شايفين برضو ده يعني مجهود عظيم. أنا ألف شكر لإدارة المسجد والمركز الإسلامي في مدينة ياش، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. حبايب قلبي خليكم معانا، احنا خلصنا صلاة العيد لكن لسه بعد كده رايحين إن شاء الله نشوي، بنحتفل بعيد الأضحى من دولة رومانيا. فدلوقتي عشان أنا تعبان شوية هروح بس أريح شوية، بعدين نكمل ان شاء الله. يلا سلام، انتظرونا. دلوقتي احنا طالعين على بحيرة او حديقة عامة في دولة رومانيا. المكان ده بعيد عن المدينة بنص ساعة، فلذلك احنا كل اللي معاه عربية هنروح معاه، كل 2 3 هيروحوا مع حد معاه عربية من الاصدقاء
احنا اتجمعنا عرب بقى ومصريين واجانب من جنسيات مختلفة علشان نقضي اليوم ده مع بعض. حاليا وصلنا البحيرة، دلوقتي هننزل الاكل، وده زي ما انتم شايفين كده الخشب بتاع الشوي يعني. واللحمة والمية والعصائر. احنا دلوقتي بننزل بقى عدة الشوي. هنا راجل يلا. عايزة راجل ماشي نجي ادينا انا كمان حاجة. سيب. دلوقتي صديقنا شايل مية. اقول اسمك عادي؟ انت بتتكلم ليه يا عم؟ دي ادي المية اهي، وادي يا عبد الغفار جايب. انت شايل ايه بقى؟ I don't know. I swear I don't know. وهو بندور على مكان علشان نقعد فيه. اخيرا لقينا مكان فاضي، لان النهاردة كل العرب طلعوا على الاماكن العامة للاحتفال بالعيد، حتى الرومانيين برضو في الاماكن العامة بكميات كبيرة. ليه بقى؟ لان النهاردة الجمعة وبكرة اجازة، فهتلاقي كل الناس بتحتفل وكل الناس طالعة تشوي زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا التعاون، من ناس بتجهز الاكل، كل الناس شغالة، كل الناس بتعمل الاكل. ده العصائر والمية والسلطات والمقبلات، كل حاجة موجودة معانا، ناقص بس اللحمة. الوكل فين؟ الوكل يا جدعان، بصوت جعيدي في فيلم شمس الزناتي. سالوت 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 دي ساوكا اخيرا بعد ما خلصنا شوي، كل الجروب دلوقتي بياكل. ده صديقنا روماني بينظف المكان، لان طبعا لازم كل شيء يرجع زي ما كان، كل شيء يرجع نظيف زي ما كان. في نهاية اليوم حابب اقول لكم ان انا كنت فاكر ان مش هنبسط ومش هفرح بالعيد، لان طبعا بعيد عن اهلي واصدقائي المقربين، لكن بالعكس انا النهاردة قضيت يوم اعتقد ان لو انا في مصر ما كنتش هفرح بالشكل ده. في النهاية حابب اقول احنا اللي بنصنع السعادة في اي مكان
ومع اي حد، ومش لازم تبقى مع ناس انت تعرفهم علشان تبقى سعيد. النهاردة احنا مجموعة مختلفة على الرغم من اختلاف اللغات والمعتقدات والديانات والثقافات، وكل واحد من دولة مختلفة عن التاني، لكن قدرنا نصنع بنفسنا سعادة ويوم جميل. اتمنى لكم السعادة، وافضل شيء طبعا اتمناه منكم دلوقتي الاشتراك في القناة، وانتظرون ان شاء الله في فيديو جديد وفلوج جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.